عشر بنفس الصفحة، وكون عدداً فردياً أقل من 400 من الأرقام 7، 5، 3. بدي أسألكم يا مس، العدد 7 هل هو زوجي أم فردي؟ فردي، أحسنتم. 5 فردي، 3 أيضاً عدد فردي. هلأ أنا ما أعطيتكم السؤال بحكي لنا بدنا عدد أقل من 400، أقل من 400 من أعداد 7 والـ5 والـ3. مثلاً بقدر أكتب 357. أيضاً بقدر أكتب 375. بقدر أعمل هدول الرقمين، هدول 375 وأيضاً 357 أقل من العدد 400، أقل من العدد 400 وأحاده ماذا؟ عدد فردي. إذن بدنا نكتب 375 و357 وأيضاً 357 في عند رقم 13. يلا يا مس خلينا نقوله، هذا السؤال رقم 13. هذا السؤال رقم 14. ننتقل للسؤال رقم 14. السؤال رقم 14 بيحكي اكتب 5 أعداد زوجية متتالية بدءا من الرقم 768. هل خلينا نذكر الأعداد الزوجية، الأعداد الزوجية 0، 2، 6، 8. أحسنتم. هلا عنا كاتبين لنا هم الرقم 768، 768 بدهم 5 اعداد متتاليه اعداد زوجيه. هلا بنبلش نكتب، نحكي الرقم 708، نكتب 768. شو بيجي بعد العدد 768؟ بيجي 769. 69 هل هو زوجي ام فردي؟ فردي، احنا ما بدنا فردي. ننتقل للعدد اللي بعده 768. 769 بعد 769 ايش بيجي؟ 770. احسنتم. هلا بعد 770 ايش بيجي؟ 771. 71 عدد فردي، ما بدي اياه. ننتقل للعدد اللي بعده اللي هو 772. أحسنتم. هلأ بعد 72 إيش بيجي؟ 773. عدد فردي 3، ما بدي إياه. بنتقل للعدد اللي بعده اللي هو 774. أحسنتم. ما العدد الذي يأتي بعد 774؟ 775. 5 هل هو زوجي أم فردي؟ فردي. ننتقل للي بعده 776. أحسنتم. وآخر رقم بعد 767 إيش بيجي؟ 777. 7 اللي هو زوجي أم فردي؟ فردي، ما بدنا إياه. ننتقل للي بعده 778. أحسنتم، ممتازين يا مس. وهيك إحنا بنكون جمعنا 5 أرقام زوجية ابتداء من الرقم 768. طلعوا على الأعداد كيف؟ 8 زوجي، 0 زوجي، 2 زوجي، 4 زوجي، والستة والثمانية هي أعداد زوجية. هلا ننتقل على الرقم اللي بعده، اكتب 5 أعداد فردية متتالية بدءا من 8826. هلا 826 بدنا نكتب أعداد فردية. يلا يا مس نتأكد، نتذكر الأعداد الفردية هي 1، 3، 5، 8 هي أعداد 9، سوري، هي أعداد فردية. يلا خلينا نكتب الرقم 826. إيش بيجي بعد العدد 826؟ 827. 7 هل هو زوجي أم فردي؟ فردي، أحسنتم. إذا 827. بعد 827 إيش بيجي؟ 828. 8 زوجي ولا فردي؟ زوجي. بكتب 829. أيضا 30 زوجي. ننتقل لل 31. أحسنتم.
32 هل هو زوجي أم فردي؟ زوجي. ننتقل للي بعده 833. هيك بكون أنا حليت الأعداد وهي أعداد فردية. 6 7 9 1 3 هي أعداد فردية. يلا نسمح لهم على الكتاب.